عقد حزب الإصلاح والنهضة صالونا سياسيا بعنوان التحديات التي تواجه الجمهورية الجديدة في ملف الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد. تناولت الجلسة عدة محاور منها استراتيجية الجمهورية الجديدة في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد والتحديات التي تواجه مصر في ملف الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد. كما ناقشت سبل وآليات تعزيز الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد. طبعا احنا بالنسبه لنا في الجمهوريه الجديده قطعنا اشواط كبيره جدا في عمليه التنميه وخطوات من القياده السياسيه وفي تخطيط استراتيجي وموارد كتيره اتبذلت. المشكله الاساسيه الكلام ده لو ما لقاش جهاز اداري كفء بيهدر كتير من الموارد والمواطن نفسه ما بيلمس الاثار والمجهود اللي اتبذل، ان المواطن اللي بيعنيه الجهه النهائيه اللي بيتعامل معاها هي الاداره، الجهاز الاداري للدوله. عشان كده احنا شايفين ان الملف ده مهم جدا، هو ملف مكافحه الفساد، لان الفساد نفسه بيعمل نوع من انواع عدم العداله في الفرص بالنسبه للمواطنين، وبيضيع عليهم يعني بيشعرهم بنوع من انواع الاستياء وعدم القدره على تحقيق الاهداف والاحلام. اصلاح الجهاز الاداري للدوله في رايي وفي راي كتير جدا من الكتاب والمتابعين للقصة بيروا أن أصبحت الحوكمة هي الوسيلة الأحدث لإصلاح الجهاز الإداري للدولة في مصر. لما بنتكلم عن الجهاز الإداري للدولة في مصر احنا بنتكلم عن كيان ضخم جدا، بنتكلم عن 33 وزارة، بنتكلم عن 231 هيئة عامة خدمية واقتصادية، بنتكلم عن 27 محافظة، كل محافظة جواها بالإضافة للمراكز والمدن والأحياء والقرى، بيتبعها ايضا 11 مديريه خدمه بتبدا بمديريه التربيه والتعليم وتنتهي بمديريه تنظيم واداره. احنا بنطرح سؤال، يا ترى ايه هي مواصفات الجهاز الاداري للدوله اللي هو يناسب المرحله التنمويه القادمه للدوله المصريه وهي بتدشن الجمهوريه الجديده؟ لان طبعا كل السياسات الاصلاحيه في كل المجالات في اقتصاديه سياسيه اجتماعيه بينفذها الجهاز الاداري في الدوله، فبالتالي جزء مهم جدا يكون عندنا اولويه لاصلاح الجهاز الاداري عشان نضمن ان السياسات اللي هيتم صاغتها هتتنفذ بصوره صحيحه وبالتالي تحقق اهدافها التنمويه وتعود المواطن يشعر وهي في أرض الواقع. هو الحقيقة يعني قضية الإصلاح الإداري للدولة قضية غاية في الأهمية، والسيد رئيس الجمهورية ذات نفسه أولى ليها اهتمام بالغ، وتم إطلاق الحقيقة خطة للإصلاح الإداري منذ سنوات تستهدف يعني رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطوير الموارد البشرية اللي فيه ويعني تطويره مؤسسيا وتشريعيا وخلافه، وده كله الحقيقة يعني بيتواكب مع اتجاهنا للجمهورية الجديدة. محتاجين ان يكون الجهاز الاداري للدوله جهاز اداري كفء وفعال يحسن اداره موارد الدوله وايضا يعلي من رضا المواطن حقيقه عن الخدمات المقدمه. واي مجهودات بتتم سواء فيما يتعلق بحل اشكاليات موجوده في الواقع او باي تنميه بتحصل، لو ما كانش الدولاب العمل في الدوله والنظم والاجراءات والاليات والتشريعات المتعلقه بالاصلاح الاداري للدوله بتدعم ده، ما احنا هنواجه مشكله كبيره هيتعطل على الاقل التنميه دي.